لاحظ يعني في خصوصا في منطقة شيش وكذلك منطقة نحوة يعني مماثلة في هذا الموضوع، أهاليهم دائما يعني يحبونهم يبرزون في مشاركة في أي فعالية تقام، يعني حبا لهذه الفعاليات وحبا للمشاركة، وهذا جميل نلتمسه من أهالي هذه المناطق وكذلك باقي مناطق إمارة الشارقة. أستاذ محمد، لو بسألك عن منطقة شيص، شو التراث اللي تتميز فيه؟ شيص تعدد لعدة تراثات، نعم. يعني لحد الآن احنا نتكلم، ما نتكلم عن التراث القديم، نعم. احنا نتكلم عن التراث الجديد واللي قائم حاليا، القديم الجديد احنا نقوله بالنسبة لنسف الخوص، نعم. هذا لحد الآن في نساء معانا في المنطقة يصفن خوص، يعمل منه مطابع أو جفرة مشان التمر. تمر أيوة. ورطب لحد الآن هذا مهنة قائمين فيها، يعمل منه الصرود. نعم السفرة. وطبعًا هذا الحرف نقلناها في القرية، لأن إحنا اللي عنده يعمل هذه الحرفة تميزه. لا قلنا له لا أنتم بالشارقة عندنا في هذه القرية كل شخص يعمل الحرفة اللي يتميز فيها. تميزوا بعد أيضًا بالتلي وصنع الملبوسات. جميل. وبعد كان معانا من نفس المنطقة تخصصنا في، قلنا له لا نحن ما نبي حد جينا من برا، نحن نبغي تراثنا منا وفينا نحن نعرضه، شيباننا يعرضوا، الناس حريمنا يعرضنا، الكبار السن طبعا المتمرسات يعلم الأجيال الجدد أن كيف يحمي يسوي الخوص، كيف يعني يعملوا الأدوات القديمة. ركزنا بهذا الامر ان تبقى هذه الحرف الموجوده عندنا هي موجوده في المنطقه، ولله الحمد ها تميزنا فيها في هذه السنه ما شاء الله. دائما يعني متميزين في يعني هذه السنه الثانيه، لكن في تميز يعني مختلف عن السنه الماضيه. استاذ محمد، لو بسالك عن ابرز المعالم التراثيه الماديه ولا ماديه في منطقه شيص، يعني اكثر تتميز فيها شيص. الشيص طال عمرك تميز بمنطقه سياحيه. نحن ما نتكلم عن التراث، التراث شهر أو بصفة دائمة، لكن نحن نتكلم أن المنطقة الحمد لله الله حبانا في طبيعة جميلة ما شاء الله، اللهم الحمد لله ربنا، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. تميز ببركة مياه القاوة الحمد لله رب العالمين، الماء عندنا مستمر، والناس تستغرب يوم يجي أتي في الصيف تقول الماء موجود، لو ماي بارد بعد الماي بارد الحمد لله رب العالمين، أتي في الصيف تقول لك هذا الماء ما جف، يعني قلت لا الحمد لله عندنا عند عيون فضل الله يمكن الوحيدة على مستوى الدولة، العين الوحيدة يعني موجودة لحد الآن الحمد لله رب العالمين. هذا يتميز المنطقة من هالجبال، من هالأشجار تكسو الجبال يعني بالخضار، هذه منطقة جميلة. عندك الحصون تميز المنطقة، القلاع الموجودة في المنطقة، يعني المنطقة نحن نتكلم عن أيام الشارقة التراثية، ولكن نحن إذا نتكلم بشكل أسبوعي يمكن يزورنا فوق 200 سيارة ما شاء الله في هذه المنطقة، حتى المنطقة صغيرة يعني صغيرة ضيقة، نعم. وطريق واحد يعني مؤدي، نعم. ضغط على الطريق وضغط على المنطقة، ولكن احنا نستانس بعد ننبسط إذا جانا الضيف وجانا الزائر، نحن نكون مبسوطين أكيد. حتى ناس يعني يقول كيف هذه المنطقة، منطقة بعيدة عن المدينة وبعيدة عن الإمارة بين الجبال، نعم. ولكن نلمس أيادي سمو الحاكم يعني من تصميم مساكن بالطراز الإسلامي والحديث كذلك، من حديثة بجسور بأنفاق ببنية تحتية قوية بمركز صحي يخدم المنطقة بدار حضانة الذي ينفذ الآن بتوجيهات ورعاية من سمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي بالتنسيق وتشييد دائرة الأشغال العامة بالشارقة، يعني الحمد لله كل الخدمات موجودة وتقدم خدمات جليلة لهذه المنطقة. جميل. نعم. جميل أستاذ محمد، يعني بالنسبة لأيام الشارقة التراثية أكيد هي يعني خدمة المنطقة وقاعدة أنها تخدم يعني في الترويج لهذه المنطقة. بالنسبة لعطلة نهاية الأسبوع، بما أنك قلت لنا في طول أسبوع ربما قد 200 سيارة أو تزيد عن هذه العدد اللي يزورون هذه المنطقة، الفعاليات في عطلة نهاية الأسبوع هل ستكون مختلفة؟ صحيح راح تكون مختلفة طبعاً، نعم. تنوع الفعاليات من يوم لآخر، ولكن نحن نقول نحن شيص الحمد لله رب العالمين، يعني حتى لو ما بالقرية التراثية الناس تأتي لين طبيعة المنطقة. جميل. طبيعة المنطقة بشكل عام، يعني طبيعة المنطقة، واللي بعد احنا اللي نعرفه لابد احنا نستضيفه معنا، يعني استضافة
الناس الزوار واستضافه عند الوالد الله يطول عمره. آمين. استضافه بشكل يعني بشكل يومي او بشكل اسبوعي يعني الحمد لله. وضيوف الشارجه ضيوفنا نحن في المنطقه، نحن نقول لهم اللي الشارجه مستحيل يوصل شيء يعبر ويروح بدون ما يقعد عندنا وما نتخبره ونشوف شو التماسه في المنطقه. وهذا الشكر كبير. ويحكم بيض دائما يعني ما شاء الله عليكم. نعم. يعني تستضيفونا. نعم الله يطول. دائما يعني متعودين عليكم. لا طويت العمر، انتم طويت العمر، اهلنا واخواننا وجماعتنا طويت العمر، وانتم عزوتنا طويت العمر. وهذه قناه الشرقيه فتحت لهذا لابراز لابراز. نعم. هذا المناطق في منطقه شيصه وغيرها، ولكن انتم كقناه شرقيه مشكورين، والاخت عاش انت مشكوره الصراحه شكر جزيل. دائما تغطي مناطقنا، اي فعاليات. تسلم. اي مناسبات سواء من دار الثقافة والإعلام أو من المؤسسات الأخرى اللي تقدم فعالياتها في منطقة شيصة. إحنا نقول يوم التراث، لكن الحمد لله رب العالمين على طول السنة عندنا فقرات وعندنا مناسبات. وأنتم كقناة شرقية صراحة أنت متميزة، والإخوان جميعنا متميزين. نعم أستاذ متميزين، ونشكر سمو الحاكم على هذه القناة الصراحة اللي طلعت المتخبي سمو الحاكم الله يطول عمره. قصده ان الموجود لازم يبرز، يعني الموجود او مغلق لابد يبرز. والان الحمد لله رب العالمين شفنا القناه تبرز، الحمد لله مناطقنا وتبرز فعالياتنا وتبرز صراحه كل حاجه جميل عندنا الصراحه. جميل. نحن يعني استاذ محمد لو نرجع لموضوع ايام الشارقه التراثيه، مثل ما تناولت موضوع ان هناك نساء يقومون بالحرف التراثيه، اهميه دور المراه في المشاركه في مثل هذه الفعاليات استاذي؟ دور المرأة كبير طويلة العمر في هذه الفعاليات. يعني انت شوف لو نرجع للفعاليات ونطالع، يعني اغلبهم اللي كانوا موجودين نساء من في 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 الرجال لهم نصيب، ولكن للنساء ابرز، لان فعالياتهم والاصناف اللي عندهم اكثر عن اصناف الرجال. نعم. يمكن الرجال عرضة طويلة العمر بالنسبه للعروض التراثيه من الحابول، من استلزمات الشاة القديمة، يعني من اللي يركب على ظهر الناقة أو الحمار، أو كيف يقلوا القهوة قديما، أو كيف السعف النخيل يعملوا منه الدعن ومن. ولكن النساء صراحة لهم دور كبير بالنسبة لنا التليب، بالنسبة لنا السعف النخيل هذه الشجرة، بالنسبة لنا عمل الحبال من أشجار النخيل. مشاركات كبيرة منها كل شخص أو كل فرد في هذه المنطقة شيص أبدع في مهنته من القيمات، من يعني من الوجبات التراثية وكذلك الحرف الأخرى. نعم الحرف الأخرى. نعم جميل أستاذ محمد النقبي، يعني نحن شاكرين لك تواجدك معنا في برنامج صباح الشرقية. نعم. تطلعنا على الفعاليات المتواجدة في منطقة شيص لأيام الشارقة التراثية، نشكرك على التواجد. نعم شكرا جزيلا.